رجعنا معكم مشاهدينا بتاني فقرة من على الموعد اون تايم. هالفقرة طبعا مميزة جدا، يعتبر الترنيم جزء مهم من العبادة المسيحية، فهو كلمات تسبيح للرب، وهناك ترانيم كتيرة بالكتاب المقدس، منها السارة ومنها الحزينة ومنها ترانيم النصرة والتوبة، ولكن كلها طبعا بتعبر عن وجود الله ومدى تأثيره بحياتنا. مشان هيك مشاهدينا رح يكون معنا اتصال هاتفي من الشاعرة والملحنة يولا حرب. برحب فيك مدام يولا، واهلا وسهلا فيك بمريم تي في. مساء النور مدام ريتا، ميرسي كثير لكم. اهلا وسهلا فيك، يعني بتمنى شي نهار اكيد نستقبلك بالاستوديو، وبدي اقول لك انه اشتقنا لك كثير. ونحن بالاكثر، وهيدا شرف كثير لي مدام ريتا، ان شاء الله باقرب فرصه. اهلا وسهلا فيك. مدام يولا، طبعا نحن دائما معودين على التراتيل والترانيم يلي حضرتك دائما بتكتبيها، ودائما بتعطي طابع روحي كثير حلو خاصة بالمسيحية، ونحب دايما نردد هالتراتيل. اليوم بدك تخبرينا شوي عن التراتيل يلي عملتيهم مؤخرا، خبرينا شوي عنهم. أنا عرفت أنه في ترتيلتين حلوين كتير، خبرينا شوي كيف بلشت الفكرة وكيف تنفذت هيدي الفكرة. أنا والتراتيل عطول بحالة مستمرة لنا فترات طويلة وسنين سنين، بس اخر ترتيلتين كانوا لنا مريم العذراء. اول وحده بكلمه بصلي الورديه مع المطربه مايا يزبيك، وثاني وحده مجد السماء اعطيها لها مع المرنمه رانيا صعب. البدايه كانت مع المطربه مايا يزبيك. بتعرفي كلنا نحن ربينا على صوتها للمطربه الرائعه، وعلى طول أنا من الناس اللي بتحب أغنية، بتحب طريقة الغنى اللي بتغنيها. صار في تواصل بيني وبينها بعد فترة يمكن غياب كانت كتير طويلة، وحبيت أنه يكون في ترتيلة معه، وكان هالعمل هيدا اللي قمنا فيه كلمة بصلي الوردية وقت توجهنا على الاستوديو. بيشملنا الفرح، حسينا مثل كأنه أمنا مريم العذراء مرافقتنا بهالمشوار هيدا. وكانت السعادة والفرح عم تملأنا كلنا، من صاحب الاستوديو للمطربة لإلنا كلنا سوا، وأمنا بهيدا العمل اللي عطى كتير، حبوه كتير العالم. طبعا يعني دايما العذراء بترافقك مدام يولا بكل أعمالك، أكيد أجمل شيء بحياتنا أنه نسبح أمنا مريم العذراء. أنا وياك قبل ما نكفي أكيد رح نحكي عن ترتيلة كلمة بصلي الوردية، طبعا بصوت المطربة مايا يزبك من وجه لها تحية، وكلمات وألحان حضرتك مدام يولا حرب، وطبعا توزيع وتسجيل تم باستوديو بسام دكاش. تن هيك ننبسط بهالترتيلة، شو رأيك نتوقف فيها أنا وياك والمشاهدين نسمعها ونشوفها سوا؟ أكيد أكيد، ميرسي. كلمة بصلي الوردي صبح الظهر وعشية، بحس بوجودك يا بتول عيونك تتطلع فيي. كلمة بصلي الوردي صبح الظهر وعشية، بحس بوجودك يا بتول السما بتنادي على الأرض في ولادي هون.
عصدري أطلب طلبك، شوف حضورك بالبيت، بلاقي وجودك بقربك يا عذراء انت البتول، قلبك عشعبك حنون، انت الفرح وانت النور، انت امي البشرية، انت الفرح وانت النور، انت امي البشرية. كل ما بصلي الوردي صبح الظهر وعشي، حس بوجودك يا بتول، عيونك تتطلع فيي. كل ما بصلي الوردي صبح الظهر وعشي، حس بوجودك يا بتول، عيونك تتطلع فيي. يعني فعلا مدام يولا شو هالترتيلة الحلوة، طبعا قد ما نكرم أمنا العذراء، فعلا مثل ما ذكرتي بالترتيلة هي أم البشرية، قد ايه حلو كمان نتسلح بالمسبحة الوردية اللي يمكن كل يوم إذا بنصليها فعلا بنحس بإيمان كتير قوي، وبنقدر نتخطى كل الصعوبات اللي ممكن تواجهنا بحياتنا خاصة بالمسبحة. قد ايه حلو نشوف كل شخص حامي المسبحة الوردية بإيده وعم بيصلي، وقد ايه بتعطيه قوة. فعلا هالترتيلة كتير حلوة. أنا بدي أقول لك مبروك كمان باسمي وباسم مريم تي في، دايما أعمالك متألقة مدام يولا، إن شاء الله العذراء دايما بتحرسيك وبتكللك هيك حياتك دايما بالنجاح، تعطيك الصحة والتألق الدائم. الله يخليك، ومثل ما قلت مدام ريتا، المسبحة الوردية يمكن هي الغذاء الروحي للإنسان، قد ما بنتمسك فيها قد ما منصير نحس بحاجة بعد أكثر لها، هي قوتنا بالنهاية. فعلا فعلا، إن شاء الله العذراء دايما تحمينا وبتحمي وطننا لبنان. مدام يولا نحن عرفنا كمان أنه في إصدار اثنين سيدي طبعا جديد، واحد بعنوان سأصلي والثاني بعنوان وصايا الخلاص، إذا تخبرينا شوي عنهم. أول سيدي عملته بعنوان سأصلي بضم يمكن 7 تراتيل، تاني سيدي عملته بعنوان وصايا الخلاص اللي بتحمل ترتيلة لسيدنا يسوع المسيح مع المطرب المبدع ناجي سيبا. كمان بيحمل هيدا السيدي 7 تراتيل، حبيت هو السيديات يكونوا موجودين، بالإضافة هلأ عم بشتغل على إصدار سيدي تالت كمان يكون لهالمجموعة هيدا. يعطيك ألف عافية مدام يولا، يعني دايما ما بترتاحي بالإصدارات بالكلمات وباللحن. بمناجاة الرب مدام ريتا عالم واسع، يعني صحيح. أنا بشبه مناجاتنا للرب مثل الهواء، كيف نحن ما بنقدر نوقف إنه نتنفس، هيك صلاتنا وعلاقتنا مع الرب مستمرة بتكون. صح مدام يولا، قد ايه بتحسي هيك وجود الله بحياتك، وخاصة أن حضرتك دايما بتسبحي الله بكلماتك وألحانك، ودايما عندك هالشغف المتواصل يلي ما بيوقف عند حضرتك، قد ايه بتحسي وجود الله بحياتك بغير لك مجرى الحياة بالنسبة لإلك لعائلتك ولكل الأشخاص يلي هن حواليك؟ بحس أنه وجود الله دايما كبير بحياتك ومبين هيدا الشيء، ولكن خبرينا عن هيدا الخبرة، قد ايه بتحسي انت وعم تكتبي هالشيء بفرحك من كل قلبك لانه العذراء ويسوع وجميع القديسين دايما موجودين بحياتك؟ بكل صراحة انا ما بتخيل يمكن حياتي من دون صلاة للرب، ما بتخيل انه يمرق نهار من دون يمكن ما نجي بكلمة واحدة، مش ضروري يمكن صلي، يمكن نجي بكلمة واحدة. يمكن من عمر صغير أنا كان عندي كتير حب، بعمر 13-14 كنت انعزل شوي بالطبيعة واطلع على التوراة ولخصها على الغايب، كان عندي فرح كبير أنه اطلع على الإنجيل المقدس على التوراة. علاقتي بالتراتيل وعلاقتي مع الرب علاقة قوية، يعني بحسه هو الأساس بكل حياتنا. نحن ولا ممكن تكتمل حياتنا أم نفرح بحياتنا إذا ما كان أساس متين بحياتنا اللي هو الرب اللي خالق كل هالكون. نحن منلاحظ مدام ريتا، نحن خاصة هلأ بهالفترة اللي عم بتواجهنا فيها يمكن شوي من التغير المناخي والأشياء اللي عم الزلازل اللي عم بتواجهنا، يعني منلاقي هالإنسان كتير بسيط قدام هالقوة الخير الموجودة بالكون اللي هو الرب. عشان هيك نحن قد ما فينا النجي بالنهار هيدا بيكون شيء كتير قليل. نعم، هيدا أكبر نعمة بحياتنا طبعا، أكيد، وحضرتك مثال على ذلك أكيد. إن شاء الله كتار من الناس بياخدوا إذا بدنا نقول هالعدوى
منك انه يكون هالقد وجود ربنا بحياتنا هو أولوية، لأنه فعلا نحن ما فينا نعيش بلا وجود الله بحياتنا ووجود أمنا العذراء طبعا وجميع القديسين. ما فينا نعرف، ما فينا نعرف السلام، ما فينا نعرف صحيح. الأمان، ما فينا نعرف المحبة إذا ما كانوا داخلين ضمن ضمن عيالنا، ضمن بيوتنا، خاصة بهالزمن هذا اللي عم نعيشه. زمن كتير صعب فعلا، نحن بحاجة لإيمان كتير كبير ولا تصلب إذا فينا نقول بإيماننا لحتى نقدر نتخطى كل هالصعوبات اللي عم توجهنا بحياتنا. إذا ننتقل هلأ من الترتيل، طبعا عندي كمان غير التراتيل عندك أغاني مدام يولا، وعرفت كمان أنه عم تحضري شيء للدول العربية. صح. عملين مهمين. صح. إذا بتخبرينا شوي عنهم أكتر، وين حابة توصلي؟ يعني اليوم عملتي هالعملين وبالترتيل على طول عم بتدلك بشكل متواصل، لوين حابة توصلي؟ وخبرينا أكتر عن هالعملين وخاصة أنه وصلوا للدول العربية. صح. بالنسبة لأول شيء الأغاني اللي عم بعملها، في عندي تقريبا حدود هلا 5 أغاني، 3 عم نشتغل فيهم عزف على الآلات الموسيقية، عم بينعرضوا عبر التواصل. واحدة بتحكي كانت عن الوضع اللي محيرني بال21 مع المطرب سادي حقيقة، انعرضت. في عندي كمان أغنية مع المرنمة رانيا صعب بعنوان وبيمرق الوقت، عزف على البيانو. عندي موال مع المطرب نبيل داوود كمان، كمان لا تسأليني، هو رح يكونوا على التواصل ينعرضوا. بالإضافة عندي أغنية رح تتسجل للأم من كلمات الشاعر سامي الشيخ بأقرب وقت. كمان عندي بعض الأغاني. هلأ من ناحية الأغاني للدول العربية، سبق قدمنا السي دي من ألحانة لدولة قطر للأمير تميم. نعم. كمان قدمنا أغنيتين من ألحانة كمان لأمير الأردن من كلمات الشاعر نجيب سليمان داوود. نعم. وكمان بالإضافة لهلأ عم حضر لأغنية لإهداء من لبنان للدول العربية. إن شاء الله هيدي الأغنية بتحمل السلام وبتحمل الأمان، لأنه نحن بالنسبة لنا هالوطن هو نقطة ضعفنا ونقطة قوتنا. صحيح. وهالوطن ما بيحمل إلا الجمال، الجمال لكل العالم. نعم. يعني مدام يولا قديهك مشاريعك كبيرة وأحلامك كمان كبيرة، أكيد أنا دايما بحب أتمنى لك النجاح والتألق. بحب كمان كل شخص هيك ينعدي من هالإيجابية اللي عندك إياها، هالسلام الداخلي اللي موجود بقلبك واللي بتعطيه للي حواليك طبعا من خلال أعمالك ومن خلال محبتك للناس. شو مشاريعك هيك المستقبلية؟ بعرف أنه ما في أبدا أي هيك رياحة معك، على طول دايما بتجدد بالأغاني وبالتراتيل، ولكن هيك حصريا لمريم تي في، شو عندك شي جديد ممكن عم تفكري فيه؟ وخاصة نحن كمان قربنا على عيد الميلاد طبعا. صحيح. المجيد الحلو يلي بيعطينا الفرح والأمل والإيمان طبعا. صحيح. بالنسبة لعيد الميلاد عندي تحضيرات بين 3-4 تراتيل عم بلش نشتغل عليهم وباختيار الفنانين. عندي أغنية كتير مهمة طلبت من مطرب إلها علاقة بالتغير المناخي وبالبيئة وبالتلوث. تقريبا صرنا باللحن، عم حضر للحن وإن شاء الله بأقرب وقت تبصر النور هالأغنية. كمان عندي التحضيرات مثل ما قلت للدول العربية بأغنية، وبالإضافة لتحضير السدي بترتيلي كمان بتضم ليسوع الملاك ولغيرها من التراتيل. نعم. اللي هو بيكون السيدة الثالث. حلو، مبروك على كل الأعمال اللي عم تعمليها مدام يولا. ميرسي كتير. نحن بنكبر فيك أكيد الشاعرة والملحنة يولا حرب. أكيد نحن بنتمنى مرة تانية أكيد تكوني معنا بالاستوديو لحتى هيك نستضيفك وننبسط كمان بحديثك الحلو وبأعمالك الحلوة. شكرا لك، ونحن باسمي باسم مريم تي في بنتمنى لك النجاح الدائم، وان شاء الله دائما هيك بنستضيف كل الاشخاص اللي عم بيمجدوا اعمالك طبعا لخدمه الله ولخدمه يسوع. شكرا لك. وانا بشكرك مدام ريتا وبشكر محطتكم الكريمه، كل التقدير ومحبتي لكم. شكرا لك مدام يولا. ميرسي كثير. شكرا. مشاهدينا رح نتوقف مع بريك صغير، انطرونا راجعين.